صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل قرار بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، كما صدر عن سموه قرار بتعيين رئيس تنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وبموجب القرار الأول تم إعادة تنظيم النادي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء لتطوير قطاع سباقات الخيل وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السباقات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال زيادة فعالية العمليات المالية والإدارية ورفع مستوى خدماتها وحوكمة كافة مسارات عمل النادي وتحسين توظيف وإدارة كافة موارده وتطويره على النحو المنشود. كما صدر عن سموه قرار بتعيين السيد يوسف أسامة إبراهيم بوحجي رئيسا تنفيذيا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.